يعني اذا بدنا الاستدامه بدنا تنميه، واذا بدنا شغليات انيه سريعه بدنا اغاثه. هلا بدنا تنميه ما بدنا اغاثه، لا هي اغاثه ولا هي تنميه. يعني في اجنده سياسيه، وفق الاجنده السياسيه هم قاعدين بيشتغلوا. احنا الان بنخضع لحصار مالي، صح ولا لا؟ من اليو اس اي وقفوا المشاريع. فبالتالي في تحديد هون لقضايا واجندات اللي مش نابع هي عمليا من حاجة المجتمع، ولا لا هي القضية بتيجي، لا مش هيك بتيجي من فوق، انه والله اليوم قضية السنة هاي او في خلال سنوات معينة كانت الموضة، خلينا نسميها كانت موضة الجندر، فصارت حتى كثير من المؤسسات اللي بتشتغلش بالجندر صارت تحط الجندر على اولى اوليات عملها لانه في تمويل. بربطوك بمؤسسة اخرى عشان ترتبط، بس الوسيط ما بيجي بيشتغل ببلاش. يعني نقولها الوسيط مش اكيد بلاش، بس مش ياخذ كل فلوسه ويعطي نسبة شيء، وباخذ 90% وبيعطي 10%. هاي مشكلة الوسيط داخل الوطن. عشان هيك الشركات كان يا عمي صح يا امي، الهدف من الشركاء انه في مؤسسات صغيرة تقدرش تكتب مشاريع يعني لحالها وتقدرش تقدم، وبالتالي تحت ظلال المؤسسات الكبيرة هذه ممكن شو مالها تستفيد وتتطور. بس اذا كان الرأس ضعيف واجندته السياسية كمان زي الممولين الاوروبيين، ما هي كمان كارثة. يعني المفروض انا بقول المفروض المؤسسات الاجنبية تشتغل هي عمليا مع المؤسسات الفلسطينية مباشرة، وليس مباشرة من الميدان مع الناس، لانه احنا كمان نحقق هدف الهدف التواصل ما بين المؤسسات الفلسطينية والمجتمع. وخطر جدا انه المؤسسة من برا جاية بأجندة خارجية انها تيجي مباشرة تشتغل مع الناس بشكل مباشر في الميدان. يعني في مثلا احيانا بيجي موظفين وبيجي مسؤولين، احنا بنقدر نكون موظفين من نفس البلد، حتى إمكانية التعاون مع الموظف من نفس البلد وبيحكي لغتك الأم بتحكي معه بتتفاهم معه. وأنا حضرت كثير ورشات عملية جوا أجانب وبدهم ساعة مترجم وإلى آخره. طب إحنا ليش ما نختصر هالمسافة ونجيب موظف من نفس البلد بأخذ أجر أقل، وبالتالي المبالغ اللي هي يعني للفنادق وللمبيت وللسفر وللأكل إلى آخره تحسب علينا المنحة. يعني مثلا من خبراء أجانب لشو؟ لشو؟ للتدريب، للإدارة. أنا بعتقد أن احنا مجتمع عنده الكفاءات وقدر يبني خلال السنوات الطويلة اللي فاتت، قدر يبني كفاءاته في مختلف المجالات، سواء مختلف خبراء في مجال في المجالات المختلفة أو في السم منها، من سواء إدارة أو تدريب أو اللي هو. من الأجمل إنه كيف تدار هذه المساعدات، ويجب أن تدار بالشكل الجيد وبالشكل التي تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، وليس أجندات خارجية من هنا أو هناك أو مصالح ذاتية. لما كمان انا بدي اعطي مشروعي فعلا ادرس دراسه صح، اشوف انه هل المشروع هذا يتناسب مع البيئه اللي انا بعيش فيها. يعني اجي لمنطقه بدو، انا بدهم مثلا علف، بدهم غنم، بدهم مي لحيوانات، ثم اروح اعطيهم مشروع في الديمقراطيه ولا كمبيوترات، ما هي بتزبطش كمان. يعني واقفه بلش بمشروع وبوقف لك التمويل، بقول لك لهذا الجزء انا بقدرش، وقت المؤسسه بنفسها بتتدمر. لانها تصير يا ما بين يا انها توقف المشروع هذا طبعا خساره، يا انها تكمله وبرضه خساره. يمكن وهذا يمكن سببه يعني عدم تطابق أجندة المشروع مع حاجة الناس، فبالتالي بتصير أنت تحدد إمكانيات الصرف بناء على البنود اللي محددة لك في المشروع، وبالتالي بصير مرات أنت ما بتقدر تحقق النتيجة اللي كانت مرجوة حسب المشروع، فبالتالي بخلص المشروع، بخلص بنقطع الفند بدون ما تكون أنت فعلا حققت نتيجة على الأرض، وهذا شيء سيء جدا. كمان إلنا أخطاء أنا بقول لك، يعني إحنا مش بنقول كمان كل الغلط على الدونر أقول أنا واضحة معه من البداية. هلا مشكلتنا إحنا كمؤسسات فلسطينية، المؤسسات الفلسطينية ما اشتغلت بشكل كافي إنها هي تحط الأسس والقواعد للعمل. لو كان في موقف من المؤسسات الفلسطينية نحن ما بنشتغل في أي قضية جاية بأجندة خارجية، وإحنا فعلا بنكون مشاريعنا قضايا المجتمع هي مبنية على حاجة المجتمع وعلى دراسة جدية للاحتياجات الحقيقية للمجتمع، ما كانش حتى المؤسسات هاي الأجنبية بتقدر تمرر هاي الأجندات، وكان مضطرة هي تتفاعل مع هاي الأجندات.